السلام عليكم. منظر رائع جميل. الحاجة اللي عجبتني لعشاق الشاردون ولا المقنين. سمعوا سمعوا، اسمع المقنين، اسمع، صلى على رسول الله. والقناين، شو القناين، شو الله يبارك. كان المقنين يغني وهذا الصوت رائع جدا. انا قلت والله غادي يسهل السمع تاعكم. صلوا على رسول الله واضرب الله يدعم خوك. شو الله يبارك هذاك المنظر. البط من هذه الجهة والأرانب من ذي الجهة. حتى من كاين الأرانب، ومن كاين واحد الطائر عنده واحد الأغنية شحال زين راك تسمعوا فيه. هذه هي الراحة النفسية. اللهم لك الحمد لك الشكر. المهم صلوا على رسول الله. واضرب الله يدعم خوف. وتلاقوا في مكان اخر ان شاء الله جميل مثل عينيكم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. السلام عليكم. وانا ناكل في الحديقه تاع كيفيت خاوتي، لقيت البطه هنا. اشوف الأرانب ما
المهم البحيره شوفوا جمال البحيره شحال زين، شوفوا الاخضرار ثاني خوتي ما شاء الله. هذه كي تعرف صلاحها هاي نتفنت لهم جاء على الاخر وهنا قاعدين هربوا. المهم هذا المكان جميل جدا كما ديتو تكونوا معايا ان شاء الله. كل واحد قلبه زين ويحب الخير لخاوته ان شاء الله ربي يعطيه كما على حساب قلبه الزين. سوف يكون قلبك زين ربي يعطيك غير الحاجه الزينه. كاين ناس مساكن قلبه مريض الله غالب، كاين ناس يعرف روحه ربي يهديهم ان شاء الله. حب الخير لخوك ربي يحب لك الخير. هلا في روحتكم، صلوا على رسول الله والى مكان اخر شباب كما هذا المنظر الزين. سلام. وحنا خارجين من هذه البحيره تلاقينا مع هذه الفندق. هذه شحال شابه ما شاء الله، شو ديك الحومه ثاني شحال زينه، شوف كالم نهار زين الله يبارك. هذه تاع كاش واحد ومحافظ عليها. الله يبارك شو زينه، كل شيء دوريجين حتى المفتاح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. اسمع المقني نسمع، صلى على رسول الله. والقناين شو القناين شو الله يبارك. كان المقنين يغني وهذا الصوت رائع جدا. انا قلت والله غادي يسهل السمع تاعكم. صلوا على رسول الله واضرب الله يدعم خوكم.